وتعلم أبجديات لغتنا العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا حبيبي. So what we're watching now is the teacher talking about the Quran to the boy in front of his family and setting him up for life. This all part of the ritual of growing up as a young man in this part of the world. ألعاب الشامية لقد استهوت هذه الألعاب في قطر قلوب الأطفال في الماضي، ومن بين هذه الألعاب لعبة تعتمد على الجحفية بشكل أساسي. فلنرى. There you can see the external shot of Tumama Stadium, which looks like it's designed on the Khafir.